تحليل في اللون. قبل مشاهدة الفيديو المرجو الضغط على زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم الجديد دائما. منعت ماليزيا بث الأغنية الصيفية ديسباسيتو بالإذاعة والتلفزيون الرسميين بعد وصف رجال دين في البلد ذي الأغلبية المسلمة كلمات الأغنية بالبذيئة. وأعلن وزير الاتصالات الماليزي عبر هيئة راديو وتلفزيون ماليزيا الحكومية RTM هذا الحظر، ولا يزال من الممكن بث الأغنية على القنوات الخاصة أو الإنترنت. وقال الوزير أن القرار جاء عقب شكاوي من الجمهور. يذكر أن الأغنية صدرت في يناير وغناها المغني لويس فونسي من بورتوريكو ودادي يانكي، ثم صدرت منها نسخة ذات توزيع جديد شارك في غنائها جاستن بيبر، وتصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم، وسيطرت في المحطات الإذاعية، وتم بثها 4 مليار مرة عبر منصات عالمية، مما يجعلها أكثر أغنية بوب لاتينو ريغيتون باللغة الإسبانية نجاحاً على الإطلاق. والجدير بالذكر أن ماليزيا سبق لها أن منعت أفلاماً لهوليود من قبل بعد اعتبارها مسيئة للقيم الدينية، كما تأجل صدور فيلم بيوتي أند بيست الجميلة والوحش لوالت ديزني بعد أن اقتطع منه مراقبون مشهداً عن مثليين جنسياً. وأنتم يا أصدقائي، ما رأيكم بهذه الأغنية؟ اتركوا لنا آراءكم في المكان المخصص للتعليق. شكراً على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.